Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Total Botola. Au programme aujourd'hui, le derby qui arrive à grands pas, la lutte pour les places qualificatives en compétition africaine, mais aussi la course au maintien. Bonjour Elias. Bonjour Maïma. Le grand rendez-vous de la Jaoula, ou à Derby Betaoui, le Reclef, Medina de Marrakech, le complexe Mohamed V, Mghlouq, à la حساب des travaux. شنو كتنتظر من هاد لافيش واش غادي تكون شي مفاجاه واش ان سورسو دورغوي تاع لوراجا ولا الوداد غيمشي ترانكيلمون فير سون تيتر الديربي غيكون هاد غيكون بطعم خاص هاد الموسم شفنا في ان المباريات الاخيره الفريقين رجعوا للتوهج ديالهم والنتائج الايجابيه سواء فريق الرجاء اللي بدا كيساعد النجوم ديالو باستثناء الحفيظي اللي عنده الاصابه والإصابة اللي كانت عند بدر بانون اللي تقدر تهدد المشاركة ديالو في الديربي بأبار هادشي ففريق الرجاء الفوز بلا سوبر كوب رجع شويه لا كونفيونس من دون شك الفوز ديال فريق الرجاء في السوبر كوب امام الترجي فكان دافع معنوي للفريق انه يرجع النتائج الايجابيه شفنا انه على المستوى البطوله الان ولا مركز 100% للمركز الثاني وغادي في نتائج ايجابيه جد ايجابيه صراحه فالفريق الان كيحقق النتائج اللي تخلاته انه يدخل الديربي معنويات مرتفعه كنظن ربما المعنويات ديال لاعبي فريق الوداد البيضاوي غتكون مرتفعه حيت هما فازوا باخر ديربي ولكن فقدوا لو بوتور ديال الماتش اسماعيل الحداد من دون شك ففريق الوداد غادي يدخل المباراه بمعنويات جد مرتفعه اولا بعد ضمان ديال التاهل لدور النصف النهائي عصبه الابطال الافريقيه وايضا انه لا قريب من التتويج باللقب ديال البطوله هذا الموسم غيفقد اللاعب اسماعيل الحداد لكن فريق الوداد انا شفنا عنده تركيبه بشريه غنيه فالا فقد لاعب او لاعبين عنده الاحتياط دوك الاحتياط اللي صراحه ما كتنقصش سواء التجربه او الامكانيات على اللاعبين الاساسيين فبالنسبه ليا فريق الوداد ما عندوش اشكال من غياب لاعب او لاعبين الرجاء ايضا الان في معنويات ديالو جد مرتفعه هادشي كامل غيخلينا نشوفو ديربي في اجواء حماسيه وقويه واللي نتمنوا انه تمر باجواء جد 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 احترافيه وما يكونوش نشوفوا شغب سورتو كو هذا الديربي تنظن انه غيكون حاضر الجماهير بجوج ديال الوداد وديال الرجاء نتمنوا تقدم لنا لوحه ويكون درس للجميع Et quelques jours avant le derby, il y a eu d'autres chocs li, très importants dans la course au titre de la Botola. Le Wydad a dit que Hassan Agadir et le Raja a dit que c'était Tanger. Le Khotor a dit que le Farik Wydad Bidawi a dit qu'il a dit qu'il a distancé les poursuivants d'hier. لا ما كنظنش ان الوداد عنده غيكون عنده مشكل لان فريق التركيبه ديالو بشريه غنيه كيتوفر على مدرب عنده خبره وكيعرف يدير المبدا المدوره بين اللاعبين غتكون مباراه قويه امام الحسنيه اللي غيبغي رغم كثره المباريات رغم ضغط المباريات وهذا ففريق الوداد او الحسنيه عفوا غادي يحاول يتصالح مع يصالح الجماهير ديالو شفنا انه قدم مباراه كبيره امام الزمالك رغم الاقصاء الان غيحاول يصالح الجماهير ديالو بالمنافسه على احدى المراكز المؤهله للمسابقات الافريقيه في حين ان فريق الرجاء عنده مباراه امام اتحاد طنجه اللي غتكون صعيبه بزاف لانها غتكون قبل من الديربي ايضا وفريق اتحاد طنجه الان اللي هو ايضا يحاول يقلص الفريق بينه وبين الرجاء باش على الاقل ينافس على احدى المراكز المؤهله لعصبه الابطال او لا كاس الكونفدراليه الافريقيه خصوصا انه تقصى بطريقه قاسيه من طرف فريق الزمالك بحال حسن أكادير مباراة كانت ناقصة التجربة للفريق اتحاد طنجة الآن غنشوفوا منافسة بين ثلاثة ديال الفرق حتى أربعة الأندية ولكن أنني بالنسبة لي كيبين الفرق القادرة على المنافسة على إحدى المراكز الإفريقية فهي الرجاء الحسنية وطنجة وبدرجة أقل نهضة بركان وسوفية برشيد شفناهم أنهم أيضا كينافسوا على هذه المراكز لكن كنشوف أن فريق الرجاء هو القادر على احتلال المركز الثاني حاليا نظرا للمستوى اللي كيقدمه في البطوله ونظرا للتركيبه اللي كيتوفر عليها والخبره في حين ان يبقى المنافسه على المسابقه ديال كاس الكونفدراليه الافريقيه كيف ما كاينه منافسه على الصداره كاينه اون لوت في النزول الى القسم الثاني شكون الفريق اللي كيبان لك مهدد اكثر بالغوليغاسيون الا شفنا الترتيب سلم ترتيب ديال البطوله الوطني القسم الاول غنشوفوا ان كاين تقارب فوالا تقارب كبير ان سبعه ولا ثمانيه ديال الفرق ما ضمناتش راسها في البقاء في القسم الوطني الاول ولكن بالنسبه ليا كنشوف ان فريق شباب ريف الحسيمي وكوكب والمغرب التطواني هما الفرق اللي غتنافس على البقاء
شفناهم ان النتائج ديالهم متذبذبه، تراجع ديال المشاكل الاداريه والماليه بالاضافه الى التقنيه، تغيير مدرب من تغيير المدربين الى غير ذلك. كيبان لي ان هذه الفرق اللي ما نتمناوش لها بكل صراحه انها تنزل، لان فرق كبيره، لكن نظرا لبعض المشاكل اللي عرفوها فشفنا ان النتائج ديالهم غير كافيه، كنظن ان هذه الفرق هي اللي غتكون غتنافس على البقاء في القسم الوطني الاول. Tout de suite, les tableaux de la 24e journée. Merci de nous avoir suivis. Merci Lies. Merci Oema. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Total Botola.